كده ليه؟ كان عندي شغل في المجموعة. شغل ايه بقى اللي اخرك بالليل قوي كده؟ هو انت فاكراني موظف حكومة بخلص شغل الظهر؟ دي مجموعة شركات
عارفة يعني ايه مجموعة شركات؟ عارفة يا سيدي عارفة. على فكرة انا سمعت اخبار حلوة قوي عن عملية عمه. ربنا سهل. او رأفت بيقول كده. يا ريت كلامه يطلع صح. ان شاء الله هيطلع كلامه صح. بقول لك ايه يا حبيبي؟ تحب احضر لك العشاء؟ لا مش هاكل. مالك يا ثابت؟ في ايه؟ مالي؟ يعني حاساك كده ان انت زعلان قوي. بقى كل اللي انا فيه ده ومش عايزان ازعل. بقولك ايه، انا اخش اخد دش واتنيل اتخمد انام. هتنام دلوقتي يا ثابت؟ اه في مانع؟ ناس تحطلي يافطة مكتوب عليها ممنوع النوم. حلوة قوي يافطة مكتوب عليها ممنوع النوم دي، عجبتني والله. دمك خفيف يا ثابت، متزعلش مني. انا قصدي يعني ان احنا ممكن نقعد مع بعض شوية. انا عايز انام بس مش عادتك يعني ان انت تنام بدري. تعبان وكابس عليا النوم، اعمل ايه يعني؟ بقول يعني ان انت تاخد شاور، وعلى بال ما تخلص الشاور بتاعك اكون حضرت لك حاجة خفيفة كده، يعني تلاقيك ما اكلتش طول النهار. لا يا ستي اكلت. تحب كمان اقولك اكلت ايه؟ لا خلاص يا حبيبي بالهنا والشفا، بس كان الاحسن يعني ان احنا نتغدى مع بعض. واسيب شغل المجموعة؟ مش انت اللي قعدت تحايل عليا وتقولي لي اشتغل في المجموعه اشتغل في المجموعه؟ استحملي بقى عن اذنك. هي يا ابني خير؟ خير ان شاء الله يا عم الحاج. براءه باذن الله. الحمد لله ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله. احمدك يا رب. ان شاء الله اهي جات اهي كمان. الف مبروك البراءه يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. بكره انا بقى فيك يا بابا. انا متشكره قوي لحضرتك ومش عارفه اقول لك ايه. العفو يا فندم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل يا استاذ اتفضل. متشكريني يا ابني. على ايه يا عم الحاج؟ ده انا اللي اسف على كل اللي حصل. الحمد لله على السلامه يا مدام. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتها يا عم عبد الله. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا دكتور. بعد اذنكم. بعد اذنكم. السلام عليكم. يلا يا بابا احسن مش هتقف. وانا كمان زيك عاوز ارتاح. الكرسي كسر لي عظمي. الحمد لله يا بنتي الموضوع عدى على كده. اه يا بابا ده الحمد لله قوي كمان. انا اللي بس مستغرب له يا رحمه، انت ليه تعملي كده؟ يا رفض دي مواد مخدره ما انت عارف، يعني ما ينفعش اسيبها في المستشفى، ممكن ياخدوها ويتاجروا فيها. وبعدين كان لازم اعمل الموضوع ده بنفسي، انا مش بثق في حد. طب كويس انها جت على قد كده، الحمد لله ان ربنا ستر. الحمد لله. ايه رايح فين يا صبري؟ خارج من المجموعة. المجموعة اللي شقيت لحد ما بقت كده. خارج منها مطرود ومتهم يا سليم. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ومين يقدر يعمل معاك كده؟ ده مش معايا لوحدي. معاك انت كمان. احنا الاتنين خارجين منها مطرودين. ايه الكلام ده؟ في امر اداري بتحولنا احنا الاتنين للتحقيق. بتهمة الإهمال وتبديد العهدة. عهدة؟ عهدة إيه يا صبري؟ أكيد يقصدوا الملفات اللي اتسرقت منك يوم الحادثة. ومين اللي أصدر الأمر ده؟ القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة. مش معقول. لا أنا عايز أشوف الأمر الإداري ده، أكيد في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة. أهو متعلق هناك أهو، وعليه توقيع ماجد الطيب. وصلت معاهم لغاية كده. وأكتر من كده كمان يا سليم. معلش يا صاحبي. معلش. صباح الهنا يا رحمة هانة. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ عباس، إزيك؟ انا متشكره قوي على اللي انت عملته معايا،
وخصوصا المحامين اللي انت بعتهم لي. اللي انا عملته ده طبيعي، واحنا مش هنبقى شركة ولا انت لسه ما فكرتيش؟ هو انت لسه ما نسيتش الموضوع ده؟ انسى بقى. مش هنسى. طيب معلش انا مضطر امشي عشان مستعجله. واضح ان انت مستعجله، بس انا هستناكي ما ترجعي نشرب مع بعض قهوه في المكتب عندي على الاقل تباركيلي عليه. مش هينفع استاذ عباس، يعني انا اسفه جدا. ارجوك يا مدام رحمه ما تكسفينيش، ده احنا اولاد حته واحده. حاضر من عيني، انا اذنك. اتفضلي. مساء الخير. حضر الله على الله يسرع يا استاذه. ايه ده ايه ده، ايه معامله المساجين دي؟ السجن للجدعان وانت قدها وايدول. ربنا يخليكي، متشكره قوي. ايه ده، مين القمر دي؟ بنتي. بسم الله ما شاء الله، وانت بتشتغلي وهي على ايدك كده؟ ما اقدرش اسيبها مع حد عشان بترضى. اه حرام. طب بقول لك ايه، احنا نفتح بقى حضانه في المستشفى. انت بتهزر؟ لا انا مش بهزر، عندنا جزء مش بنستغله في المخزن، نعمله حضانه ونفتح له باب على الشارع ويبقى عملنا لهم خدمه. شفتوا بقى مدام رحمه بتفكر فيكوا ازاي؟ ربنا يخليهم. يلا يلا. انت يا حلوه انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج عبد الله؟ ازيك؟ ازيك يا دكتور رأفت؟ ازيك يا حاج؟ ايه عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله. ايه بقى اللي حصل؟ والله الحاج تعب شويه عشان بص من البلكونه، بعدين قالوا العنايه المركزه تاني الفجر واحنا على كده، بس الحمد لله الحاله استقرت شويه. شكلكوا تعبان قوي يا بنتي، ما تروح تريح شويه. مفيش تعب ولا حاجة، أهم حاجة نطمن على بابا. والله يا حاج بحاول أخليهم يريحوا شوية، قلت لهم اتفضلوا أنتوا وأنا هستنى هنا بس، دماغهم ناشفة. عموما أنا جاي أقول لكم على خبر حلو، الدكتور خلاص هيوصل النهاردة بالليل، وإحنا مجهزين له كل حاجة، وإن شاء الله بكرة أو بعده بالكتير ويكون الحاج عامل العملية. الحمد لله. متشكرين قوي يا رأفت، إحنا تعبينك معانا قوي. عن إذنكم بقى أنا لازم أمشي دلوقتي عشان لازم أروح المجموعة. بالسلامة يا حبيبي، ربنا معاك. الله يحفظك ويبارك لك نفسك. قولي بقى يا دكتور رأفت، الدكتور ده هيعمل ايه بالظبط؟ اتفضلي يا استاذ سليم الشاي. اشكرك يا مدام، شكرا ليكي. العفو عليك. اتفضلي. شوف يا عطا، صبري عايز يروح النيابه عشان يفضح كل مخالفاتهم، وعايز يرفع عليهم قضيه كمان لانهم وقفونا عن العمل وحولونا للتحقيق. انا قلت له لا يا صبري، النيابه بلاش، لان بكده معناها ان احنا بنشهر بالمجموعه وبالحج نفسه، وعشان كده انا جاي لك عشان عايز افهم، هم من حقهم يوقفونا عن العمل؟ ايوه، هم محولينا للتحقيق عشان وقع التبديد عهده، وانت عارف هم يقصدوا ايه بتبديد العهده. اكيد، المستندات اللي ضاعت. طبعا دي وقع التبديد مستندات اصول ورقيه للمجموعه، والواقعه دي ثابته في محاضر الشرطه، والاهم ان المستندات دي ضاعت من موظف غير مسؤول عنها، يعني ما هياش في عهدته. وده كمان معناه ايه؟ معناه ان ممكن يتهموكوا بالتحريض لسرقه المستندات دي. وكل ده يديهم الحق ان هم يوقفونا عن العمل؟ طبعا لحد التهمه ينتهي معانا. بس هم لغايه دلوقتي ما بلغوناش بميعاد التحقيق. اهلا يا رحمه هانم، نورتي المكتب كله. ربنا يخليك. في الحقيقه انا مش عارفه ايه سبب اصرارك ان انا اجي ازورك في المكتب، ان شاء الله يكون خير. بصراحه يا رحمه هانم، انا مش عارف ليه انت واخده مني موقف، مع اني عرضت عليك كتير ان انا اشارك. عباس بيه، انا كنت واضحه من البدايه وقلت لك ان انا مش متفرغه، واكيد في كتير غيري ممكن يقوموا لك المشروع ده، بس حضرتك مصمم. انا راجل تعبت كتير قوي في حياتي، والفلوس دلوقتي هي أبسط مشكلة عندي، بس مش عارف إزاي الناس ما بتفهمنيش. ممكن أتكلم بصراحة؟ يا ريت. مش هتزعل مني؟ أبدا. تصرفاتك من ساعة ما جيت الحي مثيرة للشكوك. إزاي؟ بمعنى أنك بتعمل مشاريع كتير جدا، هي خيرية وبتساعد بيها الناس، بس بتصرف ملايين من غير مقابل، يعني طول الوقت بتخسر، وده مش طبيعي. طالما بنتكلم بصراحة بقى، أحب أقولك أنا عايز اللي بينا ما يبقاش شغل وبس. إحنا كده هنختلف من أولها. يا
الفلوس. ايوه يا حاج. ادعي لي. ربنا معاك يا رب، وان شاء الله هتقوم بالف سلامه. ان شاء الله. وربنا يكتب سلامتك يا رب. اهدر يا كريم. توكلت على الله. بحفظ الله ورعايته. في امان الله. بحفظ الله يا حاج. مش هينفع كده يا جمادي عشان الحاجة دي مش مستحملة. الحاجة وقع يا رحمة، كبير العيلة وقع يا رحمة، أنا مش عارفة من غير احنا هنعمل ايه. طب اهدي بس، ان شاء الله هيقوم وهيبقى كويس. اهدي اهدي يا رب. متأخروا كده ليه؟ متعرفش هيخلصوا امتى؟ وانا شرفني. اهدى يا حاج، ان شاء الله ربنا هياخد بيده وهيقوم بالسلام. اهدى ازاي بس يا بنتي؟ الراجل وقع من طوله مره واحده. يا رب. اتفائل في وجه الله خير، ربنا كبير يا بابا. ونعم بالله يا بنتي. انا بالمناسبه عملت ايه مع عباس بيه؟ مش عارفه يا حاج، شكلي كده زودتها مع حبتين. عمل حاجة ضايقتك؟ لا، بس كان متضايق ان انا مرضتش اشاركه ولا اشتغل معاه، وبعدين بدأ يلمح كده ان هو عايز يرتبط بيه. بس انا مش قادرة اقولك، كنت سخيفة وبصراحة قفلت معاه في الكلام. وهو عمل ايه؟ ولا حاجة، دعا لي برود يا بابا. صبر ايوب، انا منفعلة في الكلام وهو بيسمعني بيبصلي بمنتهى الهدوء. ولا يهمك يا بنتي، ما دمت مش مستريحة ما يهمش بقى اذا كنت انت منفعلة وهو هادي. المهم ان رايك وصل له، وانا متهيألي مش هيرجع يفتح الموضوع ده تاني. ما اعتقدش، بس اسلوبه معايا في الكلام يا بابا وطريقته الهاديه المحترمه دي خلتني كده بقى محتاره شويه. يعني محتاره؟ انت اللي محتاره يا رحمه ولا انا اللي محتار؟ رحمه، اصل يا بابا في البدايه انا خدت عنه انطباع انه يعني ملاوع كده ومش دغري، لكن المره دي كان دغري قوي. رحمه ارسلك على بر. Thank you.
ايوه يا دكتور رأفت، حالته قبل العمليه كانت احسن، على الاقل كان بيتكلم. الحاجه هو صحيح غايب عن الوعي، لكن وظايفه الحيويه شغاله كويس جدا. يعني في امل يا دكتور يرجع تاني زي الاول؟ طبعا يا حاج، احنا شايفين استجابه عاليه جدا، وهو ده اللي مطمنا. يا دكتور رأفت، اللي انا فاهمه ان الورم في منطقه حساسه قوي، والجزء ده في العمود الفقري اقل غلطه فيه ممكن والعزب لا تسبب في شلل. ده صحيح، وده اللي خلانا نستنى الدكتور مورجان هو اللي يعملها، لانه عملها اكتر من 15 مره وكلها عمليات ناجحه. يا رب يا رب، ادعوا لي يا اولاد، ادعوا لي ربنا ينجيه ويقوموا بالسلام قادر يا كريم يا رب. ان شاء الله يقوم بالسلام. انت في الاخر جوز اختنا واللي ليها في المجموعة مش قليل، وانا عارفك ذكي وبتحسبها صح، لكن المشكلة في مراتك مديحة بتاخد كل حاجة بعواطفها، واحنا في الموقف ده ممكن كل حاجة تضيع مننا بسبب العواطف. ايوه بس انا هعمل ايه معاها؟ مديحة حساسة جدا وانا ما اقدرش اقول لها كلام زي ده. ما انت برضو مش لازم تقولها على انه امر واقع، وبعدين يا اخي كل واحد بيبقى عنده مفاتيح مراته. معاك طبعا، فعلا في حاجات انا اقدر اخليها تغير رايها فيها بعد كلامي معاها، لكن انا لو اكلمها على موضوع باباها او المراس او الحقوق، لا يا جماعه بصراحه انا خاف اتدخل في الموضوع ده. يا سمير يا حبيبي، بابا مهما حصل مش هيرجع زي الاول، ولو قام الوقعه دي ما يتهيليش ان هو هيقوم مكانه ويتحرك زي ما كان. ماجد، ما هو دلوقتي نايم في المستشفى واحنا بنتكلم في الشغل، مش فارقه كتير. بص يا سمير، انا فاهمك، بابا ان شاء الله هيبقى كويس، وطالما هيبقى كويس يبقى من حقنا كلنا نتكلم في الشغل، وانت معانا يا اخي، ولا انت مش معانا ولا ايه؟ لا لا لا، معاكم طبعا، بس هو بصراحه انا ما اقدرش اضمن لك رد فعل مديحه على الموضوع ده هيبقى ايه. ما انت لازم تفكرها، هي مش دي كانت اراده بابا من قبل ما يعي او اي حاجه؟ كان كل امله اننا نمسك المجموعه نقف ونشتغل ونسد مكانه. بس هو يستريح بعد اللي شافه ده، لازم يستريح. طبعا بابا لو ما ارتاحش ممكن لا قدر الله يقع مننا تاني. الو، طيب طيب احنا جايين على طول. يا دكتور رأفت طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله قوي لغايه دلوقتي. انا مش عايزكم تقلقوا، العمليات دي بتاخد وقت لغايه ما المريض بيقوم منها ويرجع لحالته الطبيعيه. ربنا يقومه بالسلامه يا رب، هنحاول ما نقلقش يا دكتور. طب موضوع المشي هيقدر يمشي ولا الموضوع ده لسه مش محسوم؟ بص يا مدام مديحه، انت عارفه ان الجراحه كانت في مكان حساس جدا في العمود الفقري تحت فقرات الرقبه، ممكن يكون الجراح شاطر جدا ويعمل عملية وتبقى ناجحة برضه، لكن يحصل مضاعفات زي اللي انت بتقوليها. لكن انا من كلامي مع دكتور مورجان شايف ان شاء الله مش هيبقى فيه المضاعفات دي، ولو في اي مضاعفات مش هتبقى بالشكل ده. ربنا يسهل. يا رب يا رب. خلاص يا صبري بيه، ما تفهمناش غلط، احنا زي اولادك برضه، ولا هي العشرة هانت عليكم؟ يا صبري بيه، مش معقول تسمع الكلام الحلو ده وتشوفها كده زعلان. اكيد يا رفعت بيه، استاذ صبري والاستاذ سليم دول اقرب لينا من قرايبنا، طول عمرنا عارفين كده من احنا صغيرين، ولما كبرنا شويه عرفنا ان هم اقرب الناس للحاج، فالطبيعي طلعنا بنحبهم، واكيد برضه هم بيحبونا. ولا ايه يا استاذ سليم؟ هقول لك ايه بس يا استاذ ماجد، بس يعني انا مش شايف ان احنا غلطنا في حاجه عشان يحصل لنا كل اللي حصل ده. يا بهوات، احنا مش عايزين نفتح الجراح، خلينا اولاد النهارده. يعني ايه اولاد النهارده؟ ازاي ننسي الناس القرار الاداري اللي خدتوه بالتحقيق معانا وعلقتوا القرار ده في لوحه الاعلانات؟ هنقول ايه للناس بعد ما قالوا خلاص دول حراميه وكانوا بيسرقوا الراجل الكبير لحد ما جم ولاده وقفشوهم؟ هتجيبوا كل الموظفين والعمال وتعتذروا لنا قدامهم؟ هو مين ده اللي هيعتذر؟
يا جماعه اللي بينكم كله ده سببه العشم، ودي كلها خلافات بسيطه، وانتوا في الاول والاخر اهل. خلاص يا عم صبري، خلاص بقى يا انكل سليم، رواقوا كده وصلوا على النبي. وعايزكم تعرفوا ان احنا بنحترمكم وبنحبكم جدا، عشان كده اول ما اهدينا رجعنا وعايزين نراضيكم باي شكل. والله يا ماجد بيه واحنا كمان. اتكلم عن نفسك يا سليم. ايه يا صبري؟ هتكلم عننا احنا الاثنين عشان احنا الاثنين، وانت هتبقى معايا غصب عنك عشان خاطر الحاج. الله عليك يا سليم بيه، وانت يا صبري بيه عايزك تهدى شويه ودوروا لنا على حل بقى للمشاكل اللي انتوا عملتوها لنا في كل حته. رحمه، رحمه يا حبيبتي. اي حاجه؟ قومي روحي، انت تعبتي كتر خيرك. لا يا حاج انا مش تعبانه، انا كويسه. ازاي بقى؟ انا كده هزعل منك. ليه تزعلي مني ليه؟ هو انا مجاي المستشفى بيزعلك؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انت منوراني خالص، بس انت سايبه شغلك وسايبه ابوك واخوك اللي بتاخدي بالك منهم وجاي تقعدي في المستشفى بالذمه، ده كلام؟ طب خليني قاعده معاكي شويه، وانا لو حسيت نفسي تعبانه هقوم اروح من نفسي. يا حبيبتي ما تتعبيش قلبي بقى، قومي روحي. ما انا يا حاجه ما اقدرش اسيبك تقعدي لوحدك. انا لما باجي وبلاقي سلوى او مديحه قاعدين بقعد معاهم شويه وبسيبهم، بس اسيبك انت لوحدك ازاي؟ ينفع؟ طول عمرك دماغك ناشفه. بقول لك ايه يا رحمه، تفتكري بعد اللي حصل للحاج ده ممكن يرجع تاني ويبقى كويس؟ انا خايفه عليه قوي. ما تخافيش يا حاج، ان شاء الله الحاج هيبقى كويس وزي الفل. الحاج قوي وهيعدي المحنه دي وهيقف على رجله وهيبقى احسن من الاول. اتفقلي في وجه الله خير يا رب. اسمع من بقك ربنا. عارفه يا رحمه، من ساعه خيريه ما دخلت علينا تخطب بنتي لابنها ما شفناش يوم راحه ابدا. حتى لما سابت ابني خرج من السجن الحاج قال لازم نكمل اجراءات الجواز. بقيت بصراحه حاطه ايدي على قلبي. بقول لك يا حاجه، ريحي نفسك بقى وسيبيها على الله، اللي حصل حصل وخلاص، ما تقعديش توجعي في قلبك. يا حبيبتي قومي روحي وريحي قلبي، الحاج بصراحه قعدته كده شكلها هتطول قوي، وبعدين مش معقول تسيبي حالك وتيجي تقعدي هنا كل يوم. هو احنا عندنا اغلى من الحاج؟ بقول لك ايه، انا هقوم اعمل لك شويه مساج عشان يفوقك. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا ويسعدك يا رحمه يا بنت سنيه، ويرزقك بابن الحلال اللي يريح قلبك قادر يا كريم. لا تقولي امين يا بنت. امين يا حاج. امين يا رب. معقول يا حاج عبد الله؟ معقول المشروع اللي كلنا كنا بنحلم بيه احنا واهل الحي يكون سبب تعطيله الست رحمه بنت حضرتك؟ معقول المشروع ده يا حاج كان شاغل لنا شباب وبنات كتير من اللي عطلنا عندنا في الحته؟ وهياخدوا مرتبات وهيبنوا مستقبلهم؟ يا جماعه الموضوع مش كده خالص، رحمه عمرها ما تتاخر عنكم. بقول لك يا حاج، خليها بس هي توافق، ولو هو بيلعب بينا احنا هنتصرف معاه. ربنا يقدم ما فيه الخير. واخبار المجموعه ايه يا حبيبي؟ الحمد لله ماما. طب بقول لك ايه، اي مشكله او اي حاجه تصادفكم اسالوا سليم وصبري، دول ناسنا يا ابني، وبعدين ابوك بيثق فيهم قوي. طبعا طبعا. ما تخليش مشكله عاليه بنت صبري تضايقك زي ما اخوك ما هو متضايق منها. وبعدين بقول لك ايه، صبري وسليم دول ناسنا من زمان، وبعدين مش هتلاقوا اي حد في الدنيا تطمنوا له قدهم. طبعا طبعا. جري يا واد، وانا كل ما اكلمك تقول لي طبعا طبعا، تلاقيك انت واخوك لايسين ومكبرين. ليه بس كده يا ماما؟ بكره تشوفي وتسمعي ان احنا هنخلي المجموعه دي احسن من الاول. يا رب يا اخويا، ربنا ينفخ في صورتكم. قادر يا كريم؟ هو انا اكره؟ طبعا طبعا. تاني؟ طب وفيها ايه يعني يا رحمه؟ ايه يا مديحه؟ عايزاني اتجوز؟ الراجل عمال يلف وراكي، يبقى اكيد بيحبك، وبعدين على حسب كلامك ان هو عريس كويس. العريس كويس بالنسبة لي حبيبتي هو اللي قلبي يختاره، وأنا قلبي مش قادر يختار حد بعد جمال. بس انت لازم تدي لنفسك فرصة يا رحمة. انت شكلك زيهم شايفالي عريس. لا والله أنا بس عايزة أطمن عليكي، انت لسه صغيرة ولازم تعيشي حياتك، ولا عايزة تفضلي قاعدة لوحدك كده على طول؟ يعني أعمل إيه؟ أمشي في الشارع وأقول عريس يا ولاد الحلال؟ لا، ما هو الراجل موجود، ما تتكلمي معاه، اديله فرصة. ده محدش يبصله ابدا، ده انسان مستفز بشكل.
يا حبيبتي الراجل اللي احبه ده لازم احس لما اشوفه اني سعيده، قلبي كده يبقى طاير، لكن ده لما بشوفه بحس ان دمي فاير. طب خلاص خلاص، ما دام الموضوع مش جاي على مزاجك بلاش منه احسن. يغور. ومهما تصالحوا الجماعه دول قلبهم اسود وما بيتقناش، وهيفضلوا طول عمرهم ما يتقناش. طب والله كويس انك بتقول كده، انا قلت صدقت شويتين اللي هم عاملينهم دول. لا طبعا، صبري وسليم عمرهم ما هيتعاملوا معانا كويس ابدا بعد اللي حصل ما بيننا ومهما تصالحنا. ده معناه ان احنا كده كده هنلطش في بابا. طبعا هم قاعدين يبخوا سمهم ويشحنوه، انت ما شفتش كان بيتعامل معانا ازاي؟ طب وبعدين هنعمل ايه في البلاوي دي؟ دي عالم ملهاش مالكه. واحنا بابا جاهز من ناحيتنا اكتر. قصدك من ناحيه انا؟ انت برضو بابا بيعدلك اكتر مني، لكن بيجي عندي انا ويضلمها على الاخر. ومعانا بيعمل ايه؟ بيقدلي شموع؟ ما هو بيضلمها وبزياده. لا بس انا غلطاتي في حياتي ملهاش دعوه ببابا، لكن شوف انت بقى لما كنت بتضرب دفتر الشيكات وتزور امضته وتصرف من حسابه في البنك، ده ايه الجبروت ده؟ في الاخر بقى كان بيعمل لك ايه؟ ولا اي حاجه، مفيش، كان بيسود عيشتي بس. وبعدين انا بعمل الكلام ده من زمان، من ايام ما كنت بمضي مكانه في المدرسه. لكن انا بقى عمري ما طوعتك وخليت لك تمضي لي على ولا شهاده، مع ان كل شهاده والتانيه كانت بتيجي زي الزفت، لكن كنت بقول اهو علقه تفوت ولا حد يموت. لا قدوه، بدليل ان مفيش بنت واحده من بنات صحابه ولا معارفه كانت بتعدي من تحت ايدك غير لما ترزل عليها وتعمل لنا فضيحه. كان بيعمل لك ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. حرم يا حاج. جمعني حبيبتي إن شاء الله يا رب. تشفي حبيبي، عملت العملية خلاص. حاسس بإيه؟ الحمد لله. طب أنا هروح عندها ماما. ماما، بابا فاق، بابا فاق. الحمد لله. استنوا استنوا، خدوني معاكم. تعالي الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الف حمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا عمي. لك يا رب الحمد لك والشكر لك. الحمد لله طمني بقى. الف حمد وشكر لك يا رب يا رب، دمي بشفاك على خير وسلام يا رب يا رب.
ألف حمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. الولاد مستنيين في البيت عشان يستقبلوا الضيوف اللي جايين يزوروك النهاردة. أما أنا بقى فعليا واجب كبير قوي للسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ندرع 10 عجول لحبايب الست. مش كتير على حبايب الست، أنا كمان لازم أروح السيدة دلوقتي عشان أزور عبد الله. لا بلاش النهاردة، خليها بكرة ولا بعد ونروح سوا إن شاء الله. لا ما ينفعش يا فردوس، لازم أزور عبد الله. توصل الحاجة وتجيلي على بيت الحاجة عبد الله في السيدة. يلا. لا ما سيبكش تروح لوحدك يا حاج. ما تخافيش يا فردوس. ما خافش ازاي بس، هو انا ليا بيت غيرك يا حاج. ربنا يخليك لينا يا رب، يديك الصحه وطوله العمر وتشوف ولاد ولادك كمان. ربنا يخليك ليا. طب يلا عشان الوقت. حبيبتي رحمه مش هوصيك على الحاج. الحاج في عينيا، وبعدين على فكره الحاج ما بيكون في السيده كل اهل السيده بيشيلوا في عينيهم. ربنا يخليك ليا يا حاج. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خليهم يجيبوا لي تاكسي لو سمحت. نستنى بره؟ اه يلا يلا. بقى بذمتك يا عبد الله، انت كنت تصدق ان انا اقوم العيا ده تاني؟ ربنا كرمه كبير يا ابراهيم. اي والله اي والله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا اهلا وسهلا يا حاج، ده البيت النهارده نور. ايه يا بنتي، هو انت كل شويه هتعملي لي حاجه اشربها؟ مش تلاحظي ان انا لسه قايم من عيا؟ لا ما تقلقش، العصير ده طبيعي وما فيهوش سكر، وبعدين يا حاج انا عاملاه بايدي. ما تكسفهاش بقى وخد منها. حاضر يا سيدي. تسلم ايديك. بالهنا والشفا. جدع السواق ده اتاخر قوي. كلمته على المحمول؟ كلمته لقيته مقفول. اكيد قطع شحن. عموما اديك قاعد معانا يا راجل. لا قاعد معاك ايه يا عبد الله، العيال مستنيني في البيت عاملين لي احتفال. اقول لك انا هقوم اخد تاكسي واروح على طول. لا تاكسي ايه، انا هروح اوصلك. لا والله ما انت منقول من مكانك، انا عايز احس ان انا بقيت بصحتي تاني وبمشي كده كويس. خليك يا بابا، انا هنزل مع الحاج، انا كده كده كنت نازله. خلاص يا سيدي هيتحلت اهي. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله يا سيدي. اللي قولي لي صحيح يا رحمه، هم اخوات المرحوم جمال رافعين عليك قضيه؟ تخيل يا حاج، انا مش عارفه ايه البلاوي اللي بتتحدث عليا دي. هو انا كنت ناقصاهم دول كمان؟ عايزين ايه؟ ولا حاجه، لما عملنا اعلام الوراثه خدوا نصيبهم من الشقه وخدوا نصيبهم من الفلوس اللي في البنك. دلوقتي بقى طمعانين في حته الارض وعايزين يستولوا عليها. ارض ايه؟ ما انا كنت شاريه حته ارض بفلوسي، وقلت الجمال نكتبها باسمي واسمه، صمم ان يكتبها باسمي لوحدي. هم عايزين ايه؟ يخبطوا راسهم في الحيط. عندك محامي ولا بعتك؟ لا عندي، ربنا يخليك لي يا رب. ربنا يعوض عليك يا بنتي. امين. تاكس. استنى يا ابني. السلام عليكم. مع السلامه يا حاج. نورت بيتك. شكرا. الحمد لله على السلامه. ازيك يا حبيبتي؟ خلاص يا بنات كفايه، امال امكم فين يا اولاد؟ هتطلعي تنديها يا ام حسن. هي مش كانت معاك يا حاج؟ هي فردوس لسه ما جاتش؟ مش هي معاك من الصبح يا بابا؟ لا سابتني هي والسواق من ساعتين وشويه. الله، ام راحت فين؟
تسلم.